كنلقاو بعض الامور اللي هي يعني مثيرة جدا في هذه الإشكالية. لأن ناخذينا فرنسا، العلاقات الجنسية خارج الزواج مسموح بها بدءا من 15 سنة، وكاين اللي كيطالب باش تهبط ل 18 سنة، وعلاقة جنسية مع أقل من 18 سنة مسموح بها، ولو وقع حمل كيمكن الفتاة تستافد من الخدمة ديال تيسميوها تستافد من الإجهاض، وما كيسميوها التوقيف الإرادي للحمل بطريقة سرية ودون إخبار والديها. بمعنى هذا أنا تنجبدها في النقاش المدونة الأسرة، لأن عندها علاقة مع سن الزواج. استثناء تأسس واحد الأسرة، لا سمنا عندها 17 عام، كاع 17 عام ونص، لا تكون علاقات جنسية بينهم، أي مسموح. شوفوا التناقض الحاد، وين كان حنا مع تقييد الاستثناء، لأن الاستثناء كان مفتوح، حنا مع التقييد ديالو. سن مدروس في قانون الإطار حبس حد 15-16 سنة، إذا ما يكونش على حساب التمدرس الإلزامي، واحد. جوج، تقييد أنه خص تكون خبرة طبية مع بحث اجتماعي بجوج، دابا الآن ما كيداروش بجوج. وثلاثة، دار عملية الاستماع للفتاة لوحدها من طرف القاضي والرئيس ديال الكتابة ديالها، باش ما يكونش تعسف أو شي مشكل. لأنه فعلا إلا كان التعسف كنلقاو فوزنا إزاء وضع صعب. غادي نسولو، نطرح عليكم واحد القضية، شنو هو الوضع الحالي ديال سن الزواج في العالم؟ الوضع الحالي، واش دابا الآن المطالب كتقول بأنه هاد احنا كنطرحوا التقييد، بمعنى ما ننزلوش على 16 عام او 15، ولكن هذا التقييد هذا اللي كنطرحوه، كاين بعض كيقول لا نحبسوا حتى 18 عام. ناخذ النماذج ديال الدول، ايطاليا عندها الحد الادنى اللي هو 16 سنه. غنمشيو لبلجيكا، عندها 18 سنة كحد أدنى سن الزواج، ولكن كيمكن الاستثناء بالنسبة لأقل من 18 سنة غير منصوص عليه، والمحكمة كيمكن تعطي الموافقة بشور، يعني على أساس الموافقة ديال الأب والأم أو الوصي. إسبانيا 18 سنة سن الزواج، 16 سنة الحد الأدنى للاستثناء، يعني نفس بلجيكا سن الزواج 18 سنة والحد الأدنى، نفس إيطاليا يعني 18 سن الزواج والحد الأدنى 16 سنة. عندنا هولندا 18 سنة سن الزواج و16 سنة إذا كانت الفتاة حامل أو لها طفل، بحسب المادة 31.1 من القانون المدني بتعديل 1992. تمشيو للولايات المتحدة الأمريكية، أزيد من 40 ولاية ما دايراش كاع حد، ولكن المغرب يراد أن يفرض عليه فرضا، رغم أن النسبة محدودة، عندنا حوالي 4000 طلبات اللي كتقدم، ثلثين ديالها كترفض والثلث هو اللي كيتقبل. حتى هاد الثلث اللي كيتقبل واللي هو محدود يراد انهاؤه. كنقولوا باي منطق؟ هانتوما شوفوا التجارب الدوليه، ياك تقولوا لنا التجارب الدوليه، ها هي التجارب الدوليه الاوروبيه. فلهذا عدد من القضايا اللي طرحت كان فيها في الحقيقه استفزاز،
في الوقت اللي كان خص التوجه لحل المشكلات. دابا الطلاق عندنا مسطره الصلح، مسطره شكليه، استدعاء حكمان واجراء محاوله صلح والاعلان على الجلسه. المفروض يكون عندنا قاضي الصلح، تكون عندنا مؤسسه ديال الصلح. عندنا مشكل ديال تراجع الزواج، مدونه الاسره ما جاتش فقط باش تحل المشاكل، مدونه الاسره اولا من اجل تشجيع الزواج وتيسيره، تيسير الزواج وتشجيع عليه. ايضا من المشاكل المطروحه مشكل ديال الحضانه. عندنا حضانه منقوصه، والمراه يعني النيابه الشرعيه لا غير متاحه لها، خصنا نعطيو الحق للمراه عبر مسطره قضائيه تكون عند النيابه الشرعيه، ولا كانت عندها الحضانه تمارس الحقوق الحضانه كامله، والولايه القانونيه، لان هذو ثلاثه الامور، والولايه القانونيه تمارس في اطار الحق، ولا كان تعسف من قبل الزوج لانه هو اللي كيتقدم للزواج. دابا واش المراه هي التي تتقدم للزواج؟ شكون اللي كيطلب الزواج؟ الرجل. كتبقى عنده الولايه القانونيه، ولكن الا كانت الحضانه عند الام كاينه مسطره الاوامر المبنيه على طلب اللي هي مسطره استعجاليه، مواد 148 149 من القانون، من المسطره المدنيه، ونحلوا المشكل ديال الحضانه. طيب لماذا اوتوماتيكيا المراه اذا تزوجت وكانت حاضنه تفقد الحضانه؟ ماشي اوتوماتيكيا، خصو يتعالج المشكل، لان في حيف ضد المراه الحاضنه. ولماذا المراه الارمله التي لها معاش، معاش الزوج ديالها، اذا تزوجت تفقد معاشها؟ هذا حيف ضم، خصو يتعالج. ولماذا في الحالة ديال تطليق الشقاق في الشيء وخاصة في التعدد تفقد المرأة جزءا من مستحقاتها؟ هذا ظلم، نفس المستحقات في كل الحالات تبقى هي. ولهذا كاين أمور ينبغي أن تعالج. نعالجوا المشكل ديال ثبوت الزوجية، نعالجوا المشكل ديال الصلح في الطلاق، نعالجوا المشكل ديال النفقة. الآن عندنا صندوق التكافل العائلي، الأموال تتراكم فيه والمساطر معقدة من أجل الاستفادة منه. مشكل النفقة، عندنا المشكل ديال معاش الأرملة، مشكل ديال تشريد الأسرة في حالة يعني لكن السكن الرئيسي اللي كيكون في واحد السقف مالي معين. هذه المشاكل خاصها تعالج، ولكن في نفس الوقت مواقف اللي اعتبرهم الاخ الامين العام كان استعمل واحد المصطلح، مواقف مارقه، لانه كانت مصادمه المرجعيه الاسلاميه، مصادمه المرجعيه الدستوريه اللي كتحدث على الزواج الشرعي، مصادمه للتأطير الملكي الثاني، ومصادمه لاختيارات المجتمع، لان المجتمع كيديروا استطلاعات كيقول ليه واش باغي نديروا مثلا الزواج ديال الشواذ، واش باغي نديروا الغاء جريم العلاقه الجنسيه؟ الناس لا. والاخطر انه في الحاله ديال سن الزواج 18 سنه ومنع الاستثناء، هنالك من يطالب بالتجريم، بمعنى تكون محاكمه، ماشي فقط هي الحذف ديال الاستثناء، رغم انه ليس هنالك منطق وراء ذلك. أن هنالك مسؤولية كبيرة مطروحة على كل الغيورين. اليوم تلاحظون على المستوى الإعلامي العلماء، شخصيات وطنية، الحزب، جمعيات تدافع عن الأسرة. المعركة اليوم هي معركة حول هوية المغرب، مستقبل المغرب، حول الأسرة ديال المغرب. الحمد لله هنالك إطار يعني نتدافع في إطاره بطريقة يعني مؤطرة برسالة ملكية سامية وجهت إلى السيد رئيس الحكومة، لكن نحن معنيون بأن نعبر عن مواقفنا في إطار القانون.
نعبر عنها وندافع عنها ونشرحها، وهذه المسؤولية ديالنا. نخص نشرح ونشي الناس ونوضحوا. راه الناس كيعتبروا السياسة يعني نعطي اعتقاد السياسة وراه صافي نكون هاني. لا، السياسة هي تدخل لك كيفاش ولادك وبناتك غادي يورثوا في الأسرة ديالك، في الحياة اليومية ديالك، في المصير ديالك. لهذا الناس اللي كينزلقوا كيقول لك لا طيب السياسة ما ب... لا، هذه قضية مفصلية وعلينا جميعا أن نتحمل مسؤوليتنا. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.